أكيد معنا حرزانة. بالنسبة إلك هالمبلغ صار شو؟ شوية فرنقات بتتبرعي فيهم برياحة. إن شاء الله ألف مبروك. سمعنا إنك صرتي شريكة بالشركة؟ نور، لو كنتوا محلي كنتوا عملتوا نفس الشيء. مرحبا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. شو؟ حكي معك شي كلمة؟ ولا كلمة. قعدنا نص ساعة ما عم نحكي شي. بس يلا إن شاء الله فترة صغيرة وبيصير أحسن. يعني منيح هلا إنه عم يقبل حدا يفوت لعنده. أصلاً إحنا هلا كنا عم نحكي عن وضعه مع الدكتورة. رح شوف الأولاد. أنت كيفك سارة؟ كيف أمه لكرم؟ عم تجرب تكون منيحة. أنتوا بتعرفوا قديش صعب اللي عم تمرق فيه. سارة أنا بدي أقول لك ميرسي. ميرسي إنه عم تفكري فينا وعم تجربي تعملي اللي لازم. يعني ميرسي إنه حكيت الدكتورة وبدك تدفعي تكاليف العلاج. مش بيناتنا. بس سارة نحن مش بحاجة لحدا يدفع عنا. نحن معنا شوية مصاري وإن شاء الله رح يصيروا أكتر. يعني أنا عم بهتم بأمور العائلة. اليوم عملت كذا تليفون وعم زبط كذا اجتماع حتى أرجع زبط شغل جديد. بعرف رح نبلش من الصفر بس إن شاء الله رح نرجع مثل ما كنا قبل وأحسن. يعني أكيد البيت هون رح يضل بيتك وهذا الباب مفتوح بوجهك أي متى بدك. بس أنا حكيت مع الدكتورة وقلت لها أنه نحن رح ندفع التكاليف. يعني معقول سارة نحن ما يكون معنا مصاري ندفع علاج بيي؟ فراس مش مشكلة طنط ناجا. فراس أنا يلي عم بعمله ماشي قدام يلي عملوا بيك معي. كيف وقف حدي لما انخطف إبراهيم؟ أنا ما عم ساعدكم لأنه أنتم ما معكم المصاري لتدفعوا العلاج. هيدا المينيمم يلي أنا بقدر أعمله لأنه صحته بتهمني، لأنه بعتبر حالي من العائلة. بالنهاية أنا ما عم ساعد حدا غريب.